بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير الإصحاح 16 العظة 109 بعنوان الأمين في القليل، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. فيها القديس كيرلس بيفسر الأعداد من 10 ل 13. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. المعلمون الأكثر خبرة وامتيازا عندما يرغبون في تثبيت أي تعليم هام في عمق أذهان تلاميذهم، فإنهم لا يغفلون أي نوع من التفكير يستطيع أن يلقي ضوءا على الغرض الرئيسي لأفكارهم. فمرة ينسجون الحجج معا، ومرة أخرى يستخدمون أمثلة مناسبة، وهكذا يجمعون من كل حدب وصوب أي شيء يخدم غرضهم. وهذا ما نجد أن المسيح أيضا يفعله في أماكن كثيرة، وهو الذي يعطينا كل حكمة، لأنه كثيرا ما يكرر نفس الحجج بعينها حول الموضوع أيا كان، لكي ما يرشد ذهن سامعيه إلى الفهم لكلماته بدقة. لذا أتوسل إليكم أن تنظروا ثانية إلى مغزى الدروس الموضوعة أمامنا. قديس كيرلس بدأ العظة بتاعته بوصف المعلمين اللي عندهم خبرة عالية وامتياز في تعليمهم، إنهم عشان يثبتوا التعليم في أذهان تلاميذهم بيحاولوا يستخدموا أمثلة وبعض الإثباتات اللي بتخلي التلاميذ يفهموا الغرض الرئيسي من تعليمهم ومن أفكارهم. وربنا يسوع استخدم ده في حاجات كتير، لأن هو أساسا معلم كل حكمة، هو اللي بيعطينا كل حكمة. فهو كتير ما بيكرر نفس الإثباتات نفسها عشان خاطر يرشد ذهننا إلى فهم كلماته بدقة، لأنه كذا ستجدون أن كلماتنا صحيحة، وهو يقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. لكن قبل أن أسترسل، أعتقد أنه من المفيد أن نتأمل فيما هي المناسبة، مناسبة مثل هذا الحديث، ومن أي أصل نشأ، لأن بهذا سيصير معنى الكلام واضحا جدا. دايما القديس كيرلس بيقول لنا خلي بالكم، لازم لما تقروا نص تفهموا إيه المناسبة اللي ربنا يسوع قال عنها الحديث ده. فبيقول كان المسيح آنذاك يعلم الأغنياء أن يشعروا ببهجة خاصة في إظهار الشفقة والعطف نحو الفقراء وفي مد يد العون لكل من هم في احتياج، وهكذا يكنزون لهم كنوزا في السماء ويتفكرون مقدما في الغنى المذخر لهم، لأنه قال اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدي. ربنا يسوع كان بيعلم الأغنياء إن هم يبقوا فرحانين وهم ويعتفوا على الفقراء ويديهم ويدوهم حسب احتياجهم، ويكنزوا بدل كنوز على الأرض كنوز في السماء لما قال لهم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. لكن إذ هو إله بالطبيعة فهو يعرف جيدا كسل الذهن البشري من جهة كل عمل جاد وصالح، ولم يغب عن معرفته أن البشر في طمعهم في المال والثروة يسلمون ذهنهم لحب الربح، وإذا تسلط عليهم هذه الشهوة فإنهم يصيرون قساة القلب ولا يبدون مشاركة وجدانية في الألم، ولا يظهرون أي شفقة أيا كانت للفقراء، رغم أنهم قد كدسوا ثروات كثيرة في خزائنهم. لذلك فأولئك الذين يتفكرون هكذا ليس لهم نصيب في هبات الله الروحية، وهذا ما يظهره الرب بأمثلة واضحة جدا إذ يقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. رغم أن ربنا كان بيعلم الأغنياء أن هم يبقوا شفوقين على الفقراء، إلا أنه لأن الله بالطبيعة يعرف كل الأشياء، فهو عارف كسل الذهن البشري في كل عمل جاد وصالح، وعارف أن الإنسان
بيحب الطمع في المال والثروة، وبيسلم ذهنه لحب الربح القبيح. ولما الإنسان تتسلط عليه شهوة محبة المال بيصير قاسي القلب، وما بيحبش يشارك أي حد في آلامه، ولا يظهر شفقة على أي حد من الفقراء، بس بيهتم فقط إنه يختزن في خزائنه ثروات عديدة. واللي بيفكروا كده طبعا مش هيبقى ليهم أي نصيب في هبات الله الروحية. عشان كده ربنا يسوع قال: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. لو كنت أمين في المال هتبقى أمين على الأمور الروحية. يا رب اشرح لنا المعنى وافتح عين قلبنا لذلك انصتوا إليه بينما هو يشرح بوضوح ودقة ما قاله. إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ فالقليل إذن هو مال الظلم، أي الثروة الدنيوية التي جمعت في الغالب بالابتزاز والطمع. القليل هنا هو مال الظلم، هو الفلوس اللي موجودة معانا في حياتنا، واللي ممكن تكون اتجمعت عن طريق الابتزاز والطمع. أما من يعرفون كيف يعيشون بالتقوى، يعطشون إلى الرجاء المكنوز لهم، ويسحبون ذهنهم من الأرضيات ويفكرون بالأحرى في الأمور التي فوق، فإنهم يزدرون تماما بالغنى الأرضي، لأنه لا يمنح شيئا سوى الملذات والفجور والشهوات الجسدية الوضيعة والأبهة التي لا تنفع، بل هي أبهة مؤقتة وباطلة. وهكذا يعلمنا أحد الرسل الأطهار قائلا: لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. قديس كريلوس بيقول لنا إن الناس اللي بتعرف تعيش بالتقوى وبتبقى عطشانة إلى رجاء الحياة الأبدية اللي معد ليهم، بيبتدوا يسحبوا ذهنهم من الأرضيات وبيفكروا في الأمور اللي فوق، وبيحتقروا الغنى الأرضي، لأن الغنى الأرضي ما بيعطيش حاجة غير الملذات والفجور والشهوات الجسدية الوضيعة والأبهة أو التعظم، وهي أبهة مؤقتة وباطلة، لأن زي ما بيقول يوحنا الرسول في رسالته الأولى: كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. لكن مثل هذه الأشياء هي لا شيء بالمرة لمن يحيون حياة رزينة وتقية، لأنها أشياء تافهة ومؤقتة ومملوءة بالنجاسة وتؤدي إلى النار والدينونة، ونادرا ما تستمر إلى نهاية حياة الجسد، وحتى إن استمرت فإنها تزول على غير توقع عندما يحل أي خطر بأولئك الذين يمتلكونها. لذلك يوبخ تلميذ المسيح الأغنياء بقوله: هلم الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقواتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدأ، وصدأهما يكون شهادة عليكم. فكيف صدأ الذهب والفضة بكونهما مخزونين بكميات هائلة؟ وهذا بعينه هو شهادة ضدهم أمام منبر الدينونة الإلهي، لكونهم غير رحومين، لأنهم جمعوا في كنوزهم كميات كبيرة لا يحتاجون إليها، ولا يعملون أي اعتبار لمن كانوا في احتياج، مع أنه كان في استطاعتهم لو هم رغبوا أن يصنعوا خيرا بسهولة لكثيرين، ولكنهم لم يكونوا أمناء في القليل. قديس كيرلس بيقول: الناس اللي بتعيش في حياة مقدسة وتقية بالنسبة لهم الأمور المادية دي أمور تافهة ومؤقتة وتؤدي للنار والدينونة، وهي الحقيقة نادرا ما تستمر لنهاية الحياة، أحيانا بتزول بدون توقع الإنسان. عشان كده يعقوب الرسول قال: أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقواتكم القادمة، لأن الذهب والفضة صدوا، وصدوا لأنهم كانوا مخزونين بكميات هائلة بدون ما يكون الإنسان عنده رحمة ولا يساعد بيهم الفقراء. كان عندهم الأغنياء فرصة إنهم يساعدوا الفقراء، لكنهم رفضوا إنهم يعملوا كده. لكن بأي طريقة يمكن للناس أن يصيروا أمناء؟ هذا ما علمنا إياه المخلص نفسه بعد ذلك، وأنا سأشرح كيف. طب لو أنا كنت عايز أبقى أمين في القليل أعمل إيه؟ طلب أحد الفريسيين منه أن يأكل خبزا عنده في يوم السبت، وقبل المسيح دعوته،
ولما مضى إلى هناك جلس ليأكل، وكان كثيرون آخرون أيضا مدعوين معه، ولم يكن أحد منهم تظهر عليه سمات الفقر، بل على العكس كانوا كلهم من الوجهاء وعلية القوم، ومحبين للمجالس الأولى ومتعطشين للمجد الباطل، كما لو كانوا متسربلين بكبرياء الغنى. فماذا قال المسيح لمن دعاه؟ إذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع أصدقاءك ولا إخوتك ولا أقرباءك ولا الجيران الأغنياء، لألا يدعوكم أيضا فتكون لك مكافأة. بل إذا صنعت ضيافة فادعوا المساكين الجدعى والعرك والعمي، فيكون لك الطوبى، إذ ليس لهم حتى يكافئوك، لأنك تكافأ في قيامة الأبرار. هذا هو إذا ما أعتقد إنه معنى أن يكون الإنسان أمينا في القليل، أي أن تكون له شفقة على من هم في احتياج، ويوزع مساعدة مما لديه لمن هم في ضيق شديد. لكن نحن بازدرائنا بالطريق المجيد والذي له مجازات أكيدة، فإننا نختار طريقا معيبا وبلا مكافأة، وذلك بأن نعامل باحتقار من هم في فقر مدقع، بل ونرفض أحيانا أن نسمح لكلماتهم أن تدخل أذاننا، بينما نحن من ناحية أخرى نقيم وليمة مكلفة وببزخ شديد، إما لأصدقاء يعيشون في رغد، أو لمن اعتادوا أن يحيوا أن يمدحوا أو يداهنوا جاعلين كرامنا فرصة لإشباع حبنا للمديح. هنا القديس كيرلس بيقول إزاي الواحد يبقى أمين من خلال الحدث اللي حصل مع ربنا يسوع، إن في واحد من الفريسيين دعاه قال له تعالى كل عندي. ربنا يسوع قبل الدعوة وراح أكل عند الراجل، ولقى ناس هناك مدعوين معاه، وكان كلهم باين عليهم علامات الغنى. فربنا يسوع قال له لما تيجي تدعي حد، ادعي مش أصدقائك ولا إخواتك ولا أقربائك ولا الجيران، لكن ادعي الفقراء المساكين الجدع والعرج والعمي، عشان دول ما عندهمش اللي يكافئوك بيه. وده المعنى اللي القديس كيرلس بيقوله لنا، ان الانسان يكون امين، يكون ليه شفقه على كل انسان ليه احتياج، ويوزع مساعده لمن لديه مما لديه من اللي عنده، للي انسان اللي عنده ضيق شديد. لان احنا لما نصدري بالطريق المجيد، واللي الطريق المجيد ده اللي هو طريق العطاء اللي ليه مجازاة أكيدة، ليه مكافأة حقيقية، فاحنا بنختار الحقيقة طريق معيب. وده يخلينا نفهم دايما ان عدم اختيار الصالح هيؤدي بينا الى اختيار الشر، مش هيؤدي بينا الى حالة من المحايدة او الطريق الوسطى اللي مفوش حاجة وحشة او حلوة، لأ. بيقول ان احنا لو ما اخترناش نعطي الفقراء، هنختار ان احنا نعاملهم باحتقار، ونرفض حتى ان احنا نسمع كلامهم او نسمع توسلاتهم، في حين ان احنا بنعمل وليمة مكلفة للناس الاغنياء عشان نشحت منهم المديح بسبب شكل الكرم اللي احنا عاملينه. لكن هذا لم يكن هو قصد الله من سماحه لنا ان نمتلك ثروة، لذلك فان كنا غير امناء في القليل بعدم تكييف أنفسنا وفقا لمشيئة الله، وبإعطاء أفضل قسم من أنفسنا لملذاتنا وافتخاراتنا، فكيف يمكننا أن ننال منه ما هو حق أو ما هو حقيقي؟ وماذا يكون هذا الحق؟ هو الإنعام الفائض لتلك العطايا الإلهية التي تزين نفس الإنسان وتجعل فيها جمالا شبيها بالجمال الإلهي. هذا هو الغنى الروحي، وليس الغنى الذي يسمن الجسد الممسك بالموت، بل هو بالأحرى ذلك الغنى الذي يخلص النفس ويجعلها جديرة بأن يقتدى بها ومكرمة أمام الله، والذي يكسبها مدحا وأمجادا حقيقيا. قديس كيرلس بيقول مش قصد ربنا لينا إنه سمح لنا إن احنا نمتلك الثروة إن احنا نكون غير أمناء، بأن احنا ما نكيفش نفوسنا حسب مشيئة الله، أو نشكل نفوسنا حسب مشيئة الله، من خلال ان احنا نعطي افضل
قسم في حياتنا من أموالنا لملذاتنا وافتخارنا، لا، احنا نقدم ده للمحتاجين. لو احنا أعطينا نفسنا الملذات، ازاي هننال منه الحق؟ وايه هو الحق؟ هو الإنعام الفائض لتلك العطايا الإلهية التي تزين نفس الإنسان. الحق هو النعم الإلهية اللي بتجعل فينا جمالا شبيها بالجمال الإلهي. هو ده الغنى الروحي، مش الغنى اللي بيسمن الجسد وبيخليه يبقى سمين و يعني ممتلئ، وده الجسد ده آخرته الموت في الآخر. لكن الغنى ده بيخلص النفس ويجعلها إنها تقتدي بالله وتكرم من الله وتاخد منه مدح وأمجاد حقيقي. لذلك فمن واجبنا أن نكون أمناء لله، أنقياء القلب، رحومين وشفوقين، أبرارا وقديسين، لأن هذه الأمور تطبع فينا ملامح صورة الله وتكملنا كوارث للحياة الأبدية. وهذا إذن هو الحق. بد لينا أن احنا نكون أمناء، أنقياء القلب، رحومين، شفوقين، أبرار وقديسين. كل الأمور دي هتخلي فينا، تطبع فينا ملامح صورة الله، وهتخلينا كلنا ورثة للحياة الأبدية، وهو ده الحق. وكون أن هذا هو مغزى ومقصد كلمات المخلص، فهذا هو ما يمكن لأي شخص أن يعرفه بسهولة مما يلي، لأنه يقول: إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ وأيضا نحن نقول إنه ما هو للغير هو الغنى الذي نمتلكه، لأننا لم نولد أغنياء، بل على العكس فقد ولدنا عراة. ويمكننا أن نؤكد هذا عن حق بكلمات الكتاب، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. لأن أيوب الصبور قد قال أيضا شيئا من هذا القبيل: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. لذلك فلا يملك أي إنسان بمقتضى الطبيعة أن يكون غنيا وأن يحيا في غنى وفير، بل إن الغنى هو شيء مضاف عليه من خارجه، فهو مجرد إمكانية، أي يمكن أن يوجد أو لا يوجد. فلو باد الغنى وضاع، هذا أمر لا يخل بأي حال بخصائص الطبيعة البشرية، فإنه ليس بسبب الغنى نكون كائنات عاقلة وماهرين في كل عمل صالح، بل إن هذه خاصية للطبيعة البشرية أن نتمكن من عمل هذه الأشياء. لذلك كما قلت، فإن ما هو للغير لا يدخل ضمن خصائص طبيعتنا، بل على العكس، فمن الواضح أن الغنى إنما هو مضاف إلينا من الخارج. ولكن ما هو لنا وخاص بالطبيعة البشرية هو أن نكون مؤهلين لكل عمل صالح، كما يكتب الطباوي بولس: قد خلقنا لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. هي الفقرة دي فقرة عميقة جدا جدا جدا، هي القديس كيرلس بيفسر العدد اللي ربنا يسوع قال فيه: إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ والقديس كيرلس هنا بيقول: ما هو للغير هو الغنى، هو الفلوس، لأن إحنا اتولدنا عراة فما عندناش غنى، فالغنى ده جاي لنا من الغير، وهو مش من خصائص الطبيعة البشرية، وهو مجرد إمكانية ممكن تكون موجودة أو لأ، ومش بتؤثر لو ضاع الغنى في خصائص الطبيعة البشرية. لكن ايه هي خاصية الطبيعة البشرية؟ ايه هو ما لنا؟ يقول: ولكن ما هو لنا وخاص بالطبيعة البشرية هو ان نكون مؤهلين لكل عمل صالح. الله، التعبير ده جميل جدا، ان احنا ما هو للغير هو المال، طب ما هو لنا هو العمل الصالح. يا يعني الله قد دعانا بحسب طبيعتنا البشرية ان احنا نعيش في الأعمال الصالحة، زي ما بقال بولس الرسول في أفسس 2:10: لقد خلقنا لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يبقى احنا خلقنا في الأساس لأعمال صالحة، مش لكي نكون أغنياء أو فقراء. لذلك فعندما يكون البعض غير أمناء فيما هو للغير، أي في تلك الأشياء التي هي مضافة إليهم من الخارج، فكيف سينول ما هو لهم؟ كيف سيصيرون شركاء الخيرات التي يعطيها الله، والتي تزين نفس الإنسان وتطبع فيها جمالا إلهي؟ لو الإنسان مش أمين على الأموال اللي جياله، إزاي هيبقى أمين على العطايا الإلهية اللي بتزين نفسه وبتطبع فيه جمال الإله؟
يتشكل فيها روحيا بواسطة البر والقداسة وبتلك الأعمال المستقيمة التي تعمل في مخافة الله. لذلك ليت من يمتلكون منا ثروة أرضية يفتحون قلوبهم لأولئك الذين هم في احتياج وعوز، ولنظهر أنفسنا أمناء ومطيعين لوصية الله وتابعين لمشيئة ربنا في تلك الأشياء التي هي من خارج وليست هي لنا، لكي ما ننال ما هو لنا، الذي هو ذلك الجمال المقدس والعجيب الذي يشكلها الله في نفوس الناس، إذ يصوغهم على مثاله بحسب ما كنا عليه في الأصل. قديس كرولوس بيقول ليتنا كل واحد مننا عنده ثروة أرضية يفتح قلبه ويدي الناس المحتاجين، عشان نظهر أنفسنا أمناء ومطيعين لوصية الله ونتبع مشيئة ربنا في كل الأشياء اللي من خارج، عشان ننال ما هو لنا ويكون لنا الجمال المقدس والعجيب اللي بيشكله الله في نفوسنا ويخلينا على مثاله. أما إنه شيء مستحيل لشخص واحد بعينه أن يقسم ذاته بين متناقضات ويمكنه مع ذلك أن يحيا حياة بلا لو، قديس كرولوس بيتساءل بيقول هو مش شيء صعب لواحد إنه يقسم نفسه ما بين حاجات متناقضة وفي نفس الوقت يقدر يعيش حياة من غير لو؟ طبعا صعب، صعب إن الإنسان يقسم نفسه ما بين حاجتين ويقدر يعيش من غير خطية. فالرب يوضح هذا بقوله لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يكرم الواحد ويحتقر الآخر. وهذا في الواقع مثال واضح وصريح ومناسب جدا لشرح الموضوع الذي أمامنا، لأن الذي يترتب على هذا هو خلاصة المناقشة كلها، لأنكم لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وهو يقول لأنه لو كان لإنسان أن يكون خادما لسيدين لهما مشيئتان مختلفتان ومتضادتان وفكر كل واحد منهما غير قابل للتصالح مع الآخر، فكيف يمكنه أن يرضيهما كليهما؟ لأنه بسبب كونه منقسما في سعيه أن يعمل ما يوافق عليه كل منهما يكون هو نفسه في تعارض مع مشيئتهما معا. وهكذا فإن نفس الشخص يلزمه حتما أن يظهر إنه شرير وصالح. لذلك يقول الرب إنه لو قرر أن يكون أمينا للواحد فإنه سيبغض الآخر، وهكذا سيعتبره طبعا كلا شيء. لذلك يستحيل أن نخدم الله والمال، فمال الظلم الذي يقصد به الغنى هو شيء يسلم للشهوانية، وهو معرض لكل لون ويولد الافتخار ومحبة اللذة ويجعل الناس غلاظ الرقبة وأصدقاء للأشرار ومتكبرين. نعم، أي رذيلة دنيئة لا يسببها في أولئك الذين يمتلكونه. بعد ما القديس كرولوس تعجب من الناس اللي بتخدم سيدين، فقال بوصل واضح وصريح إن ما ينفعش حد يخدم الله والمال، لأن لو في إنسان عنده سيدين والسيدين دول ليهم مشيئتين مختلفتين وعكس بعض، فكر كل واحد منهم مش متصالح مع التاني، فهو إزاي هيرضي الاتنين؟ هو هيبقى منقسم نفسه في سعيه، لأني مش هيقدر يعمل اللي بيوافقوا عليه الاتنين في وقت واحد، لأني هيكون هو نفسه في تعارض مع مشيئة كل واحد منهم، وهيظهر الشخص ده شرير وصالح في نفس الوقت. لو قرر انه يبقى امين للواحد هيختار الكره والبغضة للاخر. عشان كده قال ان مال الظلم اللي يقصد به الغنى هو شيء بيسلم للشهوانية ويعرض للوم ويولد الافتخار ويخلينا نحب اللذة ويجعلنا ناس عندنا عناد واصدقاء للاشرار المتكبرين. قديس كرولوس بيقول أي رذيلة دنيئة لا يسببها في أولئك الذين يمتلكون، لكن مسرة الله الصالحة تجعل الناس لطفاء هادئين متواضعين في أفكارهم طويل الأناة رحمين ولهم صبر نموذجي، غير محبين للربح، غير راغبين في الغنى، وقانعين بالقوت والكسوة فقط، ويهربون على الأخص من محبة المال الذي هو أصل كل الشرور. مسرة الله إن يكون الناس عندهم لطف وهدوء متواضعين، عندهم طول أناة رحمين، عندهم صبر،
ما يحبوش الربح، مش عايزين الغنى، عندهم قناعة باللبس والأكل، وبيهربوا بالأخص من حبة المال لأنها أصل كل الشرور، ويباشرون بفرح الأتعاب لأجل التقوى، ويهربون من محبة اللذة. تعبير يباشرون بفرح الأتعاب لأجل التقوى جميل جدا، للإنسان بيتعب من أجل حياة التقوى وبيباشر هذا التعب بفرح. يباشر هنا زي اللي بيباشر عمل، بيراقب وبيفحص الأتعاب لأجل التقوى، ويتحاشون باجتهاد كل شعور بالتعب والكلل من الأعمال الصالحة، ودائما يقدرون السعي إلى الحياة باستقامة وممارسة كل اعتدال، باعتبار أن هذه الأشياء هي التي تربح لهم المكافأة. هذا هو ما هو لنا وما هو الحق، هو ده اللي لينا وهو ده الحق، إن احنا نحيا في حياة القداسة ونتعب من أجل حياة التقوى. هذا هو ما سيسبقه الله على من يحبون الفقر، ويعرفون كيف يوزعون على من هم في احتياج ما هو للغير ويأتي من الخارج، أي غناهم الذي يعرف أيضا باسم المال. كل واحد بيحب الفقراء، بيوزع عليهم اللي للغير اللي هو الفلوس، الله هيعطيله المكافأة دي، هيعطيله ما هو لنا الحق. فليته يكون بعيدا عن ذهن كل واحد منا أن نكون عبيدا له، أي للمال، لكي بهذا يمكننا بحرية وبدون عائق أن نحني عنق ذهننا للمسيح مخلصنا كلنا. لو إحنا ما كناش عبيد للمال، هنكون عبيد لربنا يسوع بحريتنا وإرادتنا، الذي به ومعه لله الآب يحق التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى أبد الآبدين، أمين. نختم عظة القديس كيرلس الأنارت عيوننا وقلوبنا، نلتقي معاه في العظة 110 بعنوان محبة المال الكبرياء. لربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.